ضعاف مغلوب على امرهم، كيمتلكوا عده اراضي من بينها هذه في المدار، كلها داخل المدار الحضاري. توفى الاخ ديالهم وداروا واحد الوكاله، استعانوا بواحد الوكاله لابن اخ ديالهم باش يحفظ لهم الاراضي، هي ملكيه مشتركه وهذه ملكيه بوحدها، باش يحفظ لهم الاراضي. فاذا به ما تحفظتش الاراضي، وبدينا كنلقاو تدريجيا اراضي كتمشي كتنداثر وحده مورا وحده، سته الاراضي بقع اراضي. لقينا دابا مؤخرا هذه البقعه السادسه، حنا مده ديال 5 سنين وحنا في مسطره قضائيه، من بينها اول بقعه مشات لنا في شارع الحسن الثاني مع نائب برلماني رضوان، بقعة ثانية في شارع محمد السادس فاروق، البقعة الثالثة في شارع الحسن محمد السادس سطع عليها إبراهيم، البقعة الرابعة في شارع محمد السادس سطع عليها عبد الهادي، البقعة الخامسة هي في الشحوطة سطع عليها من بقعة نقز البقعة أخرى، وديجا هاد البقعة دخل لها ودازت مسطرة قضائية ورجعت لينا، اللي تشد شد واللي رجعت لي أرضه. الشهر الثاني دخل لها اللي دخل في البقعة الثالثة، هذه البقعة السادسة دخل لها مصطفى نور الدين فريد صاحب مقهى فيني في البارك، ومحمد من الدار بيضة. حنا دابا كنستعنوا سيدنا نصره الله، حنا قدامه ناس ضعافة، بغينا حقنا يرجع لينا، بغينا حقنا يرجع لينا لهاد الناس ضعافة، كونهم كاين اللي تما، كاين الفقراء، كاين اللي مات في هاد القصة ديال 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 السط، واللي هذا اللي كيدير الدياليز اللي مات بالفقس على أرضه مات وخلى لي تما، كاين اللي عدو قصيرين عندها تقديم ديال القضاء على وليداتها وباهم ماتوا بقاو ليها اليتامى. من هذا المنبر كنشكر سيدنا، بغيناه يساندنا على هذا الشيء اللي واقع لنا في ارض المحمديه، وحنا الوحيدين، وراثه الكبيره بنت علي وراثه بركاوي بن العربي، حنا الوحيدين اللي وقع لنا في القبيله هذا السطو هذا. كاين ايادي التدليس، كاين زور، كاين بزاف المسائل داروا معنا باش داو لينا اراضي ديالنا، وحنا كنعيشوا منها، حنا ما شاريينها، ما خدمنا فيها، هذه اراضي الوالدين واراضي جدودنا خلوها لينا باش التريكه ديالهم تعيش بها، كوننا حنا ناس فلاحه، ما كنخدموش شي وظيفه، حنا فلاحه وخلوا لينا الاراضي ديالنا باش كنعيشوا الى يومنا هذا. فإذا به كنتفاجئوا الأراضي كل شهر كتمشي وحده، واش يعقل أن كل شهر تمشي وحده وأنت كتفلح فيها وما على بالكش راه شي وحدين سطاو عليها وداوها وكيحفظوا فيها؟ حتى كيعيطوا لنا الناس كيقولوا لنا الأرض فلان فلانية دخلوا لها شي وحدين. والغريب في الأمر أن هادو اللي كيسطاو ولاد 72 وكيهضروا على مرا زايدة في 1937، بقى قصير وبقى ما عندهاش حق تورث، باقي باها حي، ما يمكنش ليها تبيع الأراضي ديالها، وعشنا حنا موراها سنين وحنا اللي كنفلحوا فيها إلى يومنا هذا. والجيران، لا سولتي الجيران والقبيلة غيقول لك عائلة بركاوي والكبيرة بنت علي هما اللي عايشين في هذه الأرض وهما اللي كيفلحوا فيها. سمعنا بان بعض الناس المتورطين في هذه القضيه انهم تم الاعتقال ديالهم. تم الاعتقال ديالهم واحد هذه سيمانه بينهم عدولات، هذاك مبارك ديجا زور لنا ارض ديال شارع محمد السادس مع راها كتبنا اقامات، الا مشيتي وغتشوفها كتبنا اقامات، وزاد زور عاود ثاني، قالوا يمكن هادو ناس ضعاف ما عندهمش في كتافهم شي حد اللي غيوقف معاهم، ما عندهمش فلوس باش غادي يقاومونا، فهمتي من هاد الثغرات باش دخلوا. ولكن اللي كنأكد عليه انا باغا هاد الناس هما تشدوا الحمد لله البارح وبان لينا الحق ديالنا والحمد لله الاراضي غترجع لينا، ولكن حنا بغينا رئيس الحربه الايادي الخفيه اللي باقا ما بانتش لينا، بغيناها تبان وناخذوا حقنا منهم ان شاء الله. جات اخباريه ارساليه من عند السيد المحافظ المقاطعه الخامسه عند السيده القايده، قال لها هذا السيد كيحفظ في واحد جوج قطارات ونص في الشحوطه على طريق السيار، خاصك تعيطي للجيران
باش تكون هذيك تحديد المساحه والجيران شكون في الشمال شكون في الغرب شكون. فاذا به جات رساله الورثه بالعربي. ملي جينا لعين المكان مع هذاك السيد اللي غيحفظ لقينا الارض اللي كيحفظ فيها راه هي ديالنا. قلنا لي كيفاش انت كتحفظ ومعيط لينا حنا نشهدوا لك؟ هذه راه ارضنا، راه حنا هما ورثه بالعربي وهذه الارض ديال بالعربي بركاوي وهذو الورثه ديالهم، كيفاش معيط لينا نشهدوا لك فيها وهي ديالنا وهي اللي بقات بوحدها؟ قال لك انا ديالي وارثها من عند با، وبا خلاها لي واحد النصراني مع انا سنه. قلت له كيفاش خلاها لك باك وانت ما ساكنش فيها وانت يلاه مستفد من دور الصفيح، يلاه مستفد من براكه، وباك مخلي لك الخير والخمير وما سكنتيش فيها، وكاينه شي ارض قلت ليه كتكتب بدون حدود بدون جيران، واش هاد الارض جات في السماء ما عندهاش حدود؟ واستعنوا بواحد شهاده اداريه من المقاطعه الخامسه رقم 601. ديك ملي مشينا كنحقوا مع السيده القايده لقينا ديك 601 خارجه فيها شهاده ديال عدم الشغل ماشي شهاده اداريه. ديك الساعه اتضح لينا حنا ان كل شيء الوراق زور، وكانوا 12 شاهد اللي شهدوا، هما ما عارفينش الدراري ولا 72 ربما رشاوهم ولا شي حاجه شهدوا بلي هاد الارض. ملي ساقوا الخبار الارض ديال الورثه بالعربي بداك لفيف عدلي اللي داروا رجعوا داروا ابراء وتنازلوا على الشهاده ديالهم، وهذا الشيء راه كله قالوه في محكمه الجنايات في التحقيق. اول حاجه درنا اول خطوه هي التعرض باش نبلوكيو الملف، داز برومي بوناج وبلوكينا الملف في المحافظه، وعاد درنا شكايه للوكيل، وعاد تبعنا الخيط اللي المسطره اللي عرفنا الشهود عرفنا شكون اللي زور عرفنا المقاطعه عرفنا القايده عرفنا داك الموظف راه توفى هو، عاد عرفنا السيد اللي خون، هذاك اللي خون دايرينو واجهه وصوره موراهم اللي كاينين الشفاره والنصابه الكبار اللي وراهم حاليا دابا راهم تشدوا بثلاثه راهم في الجنايات. وعاش الملك وعاش الملك، وكنشكر السيد العميل دخلت عدو ودرت معاه محضر بهذا السطو اللي واقع في البلاد باش تكون عدو درايه في البلاد اشنو واقع. وشكرا وشكرا الشرطه القضائيه، شكرا الشرطه القضائيه اللي وقفت معنا وخدات بعين الاعتبار لهاد الناس الضعافة باش يرجع عليهم حقهم، والحمد لله كاين القانون والقانون يعلى ولا يعلى عليه. السلام عليكم، انا واحده من هاد الناس اللي ضروا في هاد الارض، وهاد الارض انا كنورثها على المرحوم راجل الله يرحمه، وخلى لي اليتامه وتعدوا عليا هاد الناس وظلموني ظلموا وليداتي. كنتمنى من سيدنا الله يبين لنا الحق ويرجع حق وليداتي، باقا محتاجين باقا كيقراو باقا محتاجين. الله ينصر سيدنا، وكنشكر العامل المحمديه وكنشكر القوات المساعده وكنشكر رجال الامن اللي وقفوا معنا وبينوا لنا الحق، وكنتمنوا من الله الله ينصرنا عليهم الله ينصرنا عليهم. وسيدنا راه ما كيضيعش الشعب ديالو، بغيت ينصرنا ويرد لي رزق وليداتي ايتامه وباقي محتاجين وباقي في طريق الدراسه. ايوا هادشي اللي كاين.